ده تحتي ازاي؟ مدحت معسول كيلو. بي معنا مهيب تو وذي اشتر لفة انتو ايه والماشين تو القشلة شنية؟ القشلة مش قشلة القشلة القشلة شنية هي القشلة؟ سفر في التاريخ تتكلم ولا سفر في التاريخ اخي تسكن لهنا يا راك اخي قريت لهنا قريت لهنا ايه شنية القشلة يا موي واحد في التاريخ بوام بلاصة اثرية كانت من عهد الرومان حسب ان شاء الله صوروا فيها تجل الحاضر صوروا فيها تجل الحاضر شويه لقطات من تجل الحاضر امريكي مسكر مسكر بالحاكم الحاكم مسكرين الحاكم معناتها مش مسكر يعني كي ندخلوا ما نعرفش ما عنديش فكره اما نورمالمون مسكر من جهه الكل ما عندكش حتى ثغره تدخل منها هذيك قوتها نحن نشلوا على الثغره ممكن الثغره نبدلوا الجهه ونشوفوا شنو هي البلاصه الاخرى فما هذه القصر هذه القصر اللي خربي هو القصر حاجه هكا مليكش نجربوا القصر الصحيح نحن تو بعد نمشيو للقصر الاخر هذا قصر قالك مسكر نجرب ونشوفوا مسكر ولا مش مسكر هاي القصر الاسم الاداري نتاعها الاسم الاداري نتاعها وقبيك ما سلمتش عليكم راه شباب السلام عليكم هكا تو فهمتني ياك حسبني تو بديت الفيديو نمشيو للقصر قال لي مسكر الكل باش نجربوا كان ما عجبنيش نمشيو للقصر الاخر قشله قشله تصور فيها تاج الحاضر شويه فهمت سيمي فيري سرقت لك فكرتك بهذا هو القصر اللي باش نحاولوا ندخلوا له ما عرفش الجماعه يصطادوا غادي كان يضربونا بكرتوشه ولا شنو وري عامل حواش شنو هي الرويده هذه تترمم كل عام ولا كيفاه؟ هذه اكثر بلاصه اثريه في الحمديه كنت تترمم كل عام تظهر لي في الحمام ابو برج ليك يصحب تطلع لها بعيده ياسر هاي وقليله ثغرات موجودين نلوجوا نحن تو قليله تو نحن قاعدين نلوجوا كيفاش ندخلوا راهم من هنا اقسم بالله عالين على الاخر لوحدين هذوما نقب اللي في بيناش ندخل منهم ترى مسكرين الفيديو هذا قال لي عليه طفل من الحمدية كتب لي ميساج في الانستغرام القديم لوجت على البروفيل نتاعو ما لقيتوش ماذا بيا كان جا معانا فهمت حسيت كان تفرج في الفيديو بعث لي ميساج على الانستغرام جديد باش نحط الفازة لهنا وممكن انتم زاد تدخلوا عملوا فولو كلمت يحيى قلت له ما جاء انا وصلت للقصر قلت له لا جاء يسكن غادي قلت له لا جاء كوتش راه جاي مدرب كرة قدم ان شاء الله هو مدرب كرة قدم ايه هو مدرب كاليستينيكس اي خو على ابوه استاذ تربية بدنية هكا ومحلل رياضي كوجيني محلل رياضي ونجار كوجيني نقبل البنات الكل راه لك اي جوني الحل الوحيد انا نستنى يحيى باش يورينا الثغرات الكل باش ندخلوا منهم خاطر يحيى يعرفها البلاصه بالكدا فهمت تو كي طلبته مازال راقد زيد شويه ويجي عرفت ثم الصوره ذي مش عالي برشا نورمالمون نجمو نطلعوه كيفاش نستناو يحيى نطلعوا ثلاثه مع بعضنا خير مهيب روح على فكره الفيديو هذا يمكن يظهر لجماعة المحمدية دركي فيه كنت خاطر عفوا البلاصه وكل شيء مفهوم برشا عباد ما يعرفوهمش البلاصه هذوما في تونس الكل دونك راني نحاول باش مني انا نعمل جو وندور وكل شيء ومني نوريكم معايا البلاصه هذوما جبد شباب بدينا نستناو في يحيى يعمل ابوني يعمل لايك يعمل كومونتير جو برشا فيديوهات جايين راه فهمت تو خدمه ورا بعض ما نعرفش نحاول نهبط فيديو كل جمعه هذه ديما نقولها نهبط فيديو كل شهر صحيح ونعمل فيديو كل شهر ولا كل جمعتين ولا حاسيلو باش نحاول القيد نتاعنا ليه طلبنا يحيى قال لنا مزيت نبطه شويه نمشي للقهوه من بعد تيجي انا باش ناخذ القهوه نستناو قهويجي راه زاد سيربير في بالك اللي البولاب قوه تظهر كما قال العوق العين بالعن العين بالعن العين بالعن والسن بالسن والبقي افضل البورتايين يطيح المعون هذاك يا يحيى اللي كنا نستناو فيه صاحبي يا ليش تهبطوا في قهوه توا جاء معنا يحيى الزغبي فنان السيرك العالمي مرحبا شوف شوف الفيديوهات شوف الفيديوهات مرحبا شوف الفيديوهات عرفتها الفيديو نتاعك انت تاع في الكليب اي تو 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 ريتها تو ها فرج اي قال لي ذا باندي ولا شنو لهنا ما يحكي مع حد صحيحه الحكايه صحيحه الحكايه هذا قال لي راهو باندي يضرب في العباد ولا شنو
كبسهم الكل بعد فيديو يحيى. لا لا مسنس نمشي من هنا باش نطلع اخويا مسنس كان بالمشي. هوب اسمك جيب حتى في طلوع توتوريال مش بسهل يا يعني اصحاب الخبر اخويا لاني بلا اكزرسيسات اكزرسيسات قدرتها هكا تصور العقب الرسمي وليتك. السن بالسن والعين بالعين والباقي افضل والعطب بالعطب. يوقف هو لو حالا احنا ما جيناش لبلاصه سبيسيال برشا عبيد قاعده تقعد فيها وتركش فيها. اما فما عبيد متعرش في تونس فهمتني. شوف الفازه هذه ما شاء الله قبل هذه حبس كان حبس كبير هذه كما نقولوا نحن يخرج ويدوروا يعني فما زيتون هذا يعني ايه ما فيها زيتون فرحوا بها يودي رموها ما كانتش هكا جاي رممها سامي الفهري. هذه داخله نجموا نهبطوا من هنا والا نهبطوا من هنا. هذي نهبطوا بايزي واي خويا اسهل طريقه راني معاق انا تو والله ما لقيت اقسم بالله اتفرج مش تصوروا هو يمشي كاو فهمتش علاش طايش فيه كيك على دلعون. ارد بالكم نورمال مو طالقه حنوشه راهو فازين ها. والله باركور باركور مات برا انت ترى خلينا نشوفوك كيفاش باش تيح تموت. يا ربي ما يموتش يا ربي يا عالي ربي عالي من تقصير. بسم الله سبايدر مان والله ما عندك يعني مهبطني في بلاصه ما عندك منين تخرج ما عندك منين تعمل حد شيء ما فيها شيء يعني هذه مش نية تفرج. يعني مطلعني مهبطني ما غاديش نطلع من هنا والله توب رجله اقسم بالله بهي منك فاز يلا كبرت تو الجموعه بشهبتوا من غادي باش ندخلوا في وسط القصر نشوفوا شنو يفهم. هاي بسم الله ماتش الفيديو دايره ويحيى مات ان شاء الله يهبط الفيديو كاع عارف وين تحط يديك وما حفره هنا لقيت جبال يا رسول الله شوف فيك ايه ولا في حال فين حفره له حط تاحي شو يحيى ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يمشي تعمل في سالت من عشر درامين باش ما تحركتش يا برو امشي يا برو جرب اول مره تدخل لا بس هذا ما دخلت له شوف الواجه شي موت. امشي 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 حيد فوالا فوالا ثانك يو فيري ماتش العذاب يعني ما تحطش سبسكرايب راني نخرج بنيت بنيت كما يقول بلتي هذي بعيد عليه نجم يموت من غادي هاي سي بون سي بون نقز حط نقز اسم الرياضة هذي تسلق الجباق هذا كيف اما راني ما حبش ادخل له بسم الله بسم الله المهارات والحاجات برجليه تخوف ولا لاعب يحيى يسكن لهنا اول مره يدخل لنا برجليه هي اول مره يعني انا كريت عليه لو نحن في اختصار تفرج اللغه انت ها كنا فوق بسم الله باش البيره وصلت حتى لنا ولا تفضل انت خويا ليديز فيرست ايه مشكلة فيش طبعا نسيت كيفاش نخرج وراه ما مسكرك هاو بيت شكون هذا بيت محتاج قبل الليريا هذا حبس راهو حبس هذايا حبس هذه اوه انه السجن القديم تشدوا فيه السفاحين القدماء في عهد قرطاج والبيت ايام مسكرة حتى هي مسكرة حاول نخرج خرجنا يا سلم بي في بيل سلم هنا يعني تقاول الليري هذه الليري في على ثلاثين هذه كنا جمعة أطلع الزوج وندخل الليري ما تعرفش ليه ركشة ده سام بنيل متعوجه متفاجئ يعني فهمتني عايشة عايشة تمام عايشة تمام عايشة تمام عايشة تمام عايشة غادي كان يمشي
خلت تلبس عيشه بعد النص. تفضل تفضل. بالرسمي راهو البلايص هذوما مش يستغلوا فيهم في تونس، ما فهمتش انا. يا هما مش يستغلوا في حتى شيء. ردوا بينا منيش. كما ترى انا المترجم. يا اللعب يا يحيى شنو هي اللعبه ذي؟ بسم الله. ليه سوى حاجه قبل ما كانتش الروح هذه؟ كنا نقزوا مواد الغالي، شنو نسمع بعدين ولا لا؟ يا مسؤولين اتفرجوا في الفيديو يوتيوب نتاع برجا بجاه ربي. عايز بجاه ربي بارتاجيو هالفيديو ذي، خلي عباد تكتشف يعني، فهمت؟ بالرسم خلي العباد تكتشف شنو هي الفازيت هذوما. هذه بالرسم يراو حاجات لازم تستغلها. تفرج يا معلم لهنا، هذا برجلية فما تصوير انستغرام جاي لهنا، ما نفدلكش انا راه. تخوف البلاصه هذه، تحط نفسها المدريه هذه طايحه. اوه يا راجل. يا راجل. ايه تيح بينا يوليو يحكيوا علينا. الكات فيريتي. الكات فيريتي. انت الحقيقه الخامسه. اه سي بون انا خرجنا من دخلنا. نشوف الاولاد هذيك باش نهبطولها، هذيك باش نهبطولها. هنا باش تعدى تو وضع النيل. يا لطيف اللطف. اقسم بالله خطوتين رعب. شفت الديحه ما تموتش، ما تتعذب تكسر. والله اقسم بالله وعليكم السلام. تو لا تديك برجولي بلاصه مش نورمال والله ما شاء الله. بالرسمي كيما قال يحيى بتاع كليبيت البلاصه. اي بالرسمي نستغلها ولاد المحمديه والله ديك. والله سيلي بروميير فوا انا وكاع. اه ياي ياي. مسكر. طول السيلون. ثم فرش. ثم بيه برا هذاك. اه مسكر اه. اي شو الفرش في بيري واحد 100 انا ولا واحد ريقل. يا دي فيق تسعه طب. اه والله فما فرش اقسم بالله. ما عرفتش كيف تنجموا تشوفوه. برشا فازيت ريتهم. كريسي. بطانية وكريسي. يا حبس لوكس هذا. شو جموع. يعني تخيل راح محبوس لنا انت فهمت، عامل جو ديجا لطف. البير البير. اما برجل يعطي مصحة كيفاش قبل يبني وهكا. شباب راهو مازلتوا تكتشفوا، مازلتوا تكتشفوا فيديو. على فكرة قاعدين نهبطوا، ما عنديش فكرة كيفاش باش نطلع. بالرسمي تو مانيش نخرج هو. تبعوا في القيد أما هو في الاتجاه يعني. شفتوا بها ضحكين. خلاص نرجعوا منين جينا. وضع النملة صحيح. وضع النملة. اش بك؟ شاف الوقوف على اليدين غادي. قال عليك بلونش كيلي بلاخر. خويا هذاك مخوش احكي له. بارك الله بارك الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. تقعد. لا لا بوت غادي. نجم تعيش هكاك راه. ما شاء الله. نجم تعيش. البلاصة حسب الطقوس كانت مسكورة. ها؟ بسم الله بسم الله. هو مسكونه بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. خرا والله بجعني اقسم بالله. Thank you.
والله اسمع صوت. الله اكبر. اذين الله اكبر. سين لا رونالدو ما نصورش اخر حاجه خم بيمشي جيني. صوريه ليه ديت مره تحت لي جرب والله من الحمديه ليه عارف ما فيش حاسيل وبيري خاوتي ايش شوف الفنيات بتاعك بالحجر ما نعرفش حجر حجر زيد اللي بالترعه شوف يا غالي معلم تيح فيها تموت قبل ما توصل الزهر موت ورجولي انا مطمئن على خاطر فما صوت اذين هكاك مطمئن خاطر فما اذين وكا نجمو زاد نشوفو البير من هنا يعني معلم اي حنا بعلق اول اختراع عملوا بالحي خليك شعلوا بضيق وشعلوا بالعبيد فرش كانت البريكاي الموجود يتكيف العبيد كان صح اذا كان وصلت النيفو هذا في الفيديو اعمل ابوني واشترك وتابعونا على انستغرام نحن ثلاثه رويد ويحيى يحيى هذا يحيى تابعونا على انستغرام ونورمال مو وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا والسلام عليكم نشوفكم في فيديو جديد شقر ما دخلنا هذه هو كثير مو دخلنا برشا بلايص نسيت وين دخلنا من هنا تهبطنا شفت قلت لكم راه الهبوط سهل طلوع بس كنت خام في طلوع شباب وحلنا في طلوع تو صح صح رد بيك تكسر بيك قولهم باي باي.